أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مظاهرة ليلية عند دوار السنتر وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقية احتجاجا على رفع سعر الخبز في الشمال السوري من 3 ليرات إلى 4. المخابرات العسكرية التابعة لسلطة الأسد تعتقل المحامي سامي الرجب بشكل مهم في مدينة اللاذقية بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي. السلطات التركية ترحل 51 سوريا من معبر باب الهوى الحدودي بعد توقيفهم في ولاية اسطنبول لعدم امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة الكملك. شيخ طائفة الدروز حكمة الهاجري يقول إن القرارات غير الإنسانية لا تفاجئ المحتجين في السويداء، لأنه لم يعد منتظرا إلا عدم الاستقرار من سلطة الأسد ومجلس الشعب، لأنه لم يكن حريصا على مصالح الناس. اغتيال رئيس مركز الأمن الجنائي في بلدة إزرع بدرعة منتجب بريبداني والذي ينحدر من مدينة جبلة بريف اللاذقية. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بينهم 2 حالتهم خطرة جراء انفجار قنبلة في مركبة عسكرية بمخيم جنين بالضفة الغربية.